بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلاب الصف العاشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا درس بعنوان الثبات في حياة المسلم، صفحة 102. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، يحكي لي في البداية: حث الإسلام على الاستقامة وأمر بالثبات عليها، إذ روي أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم، أو ثم استقم، أو في رواية ثم استقم. خلينا نعرف إيش يعني الثبات في البداية. عنوان درسنا حكينا الثبات في حياة المسلم، في البداية خلينا نعرف إيش يعني الثبات. يحكي لي مفهوم الثبات: الثبات هو دوام الاستقامة على التزام شرع الله تعالى. إذن إيش هو الثبات؟ يحكي لي: هو دوام الاستقامة على التزام شرع الله تعالى. إذن يعني أني أنا أكون دائما مستقيم على طريق الله عز وجل، دائما ثابت على طاعة الله، دائما ثابت بالابتعاد عن ما أمر الله عز وجل أن أبتعد عنه من المعاصي والذنوب. إذن لو حكينا هم في البداية عرف المقصود بالثبات هو إيش؟ هو دوام الاستقامة على التزام شرع الله تعالى. يحكي لي بعد هيك: ويستطيع المسلم بثباته على الدين مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرته. طيب، يحكي لي هو أنه المسلم لما يستطيع أنه يثبت على دين الله، بثباته هذا هو يواجه التحديات والصعوبات التي تواجهه في الحياة الدنيا. مثل إيش؟ مثل وسوسة الشيطان. يحكي لي: ومن هذه التحديات وسوسة الشيطان واتباع الهوى، واتباع الهوى. وأيضا الثبات يعين على الدين أيضا، والثبات على الدين يعني يعين أيضا على إيش؟ على الصبر على المصائب، على الصبر على المصائب، وفي ذلك أجر وفضل عظيم على الرغم من التحديات والمصائب التي يواجهها المسلم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هاي في البداية عرفنا إيش مفهوم الثبات. طيب، ثانيا يحكي لي دور الإخلاص في الثبات. إيش معنى الإخلاص؟ الإخلاص هو أنك ما تقصد في عبادتك إلا الله عز وجل. فمثلا لما أنا بدي أخرج للمسجد، بدي أروح أصلي، أنا وأنا خارج من بيتي للمسجد أحكي وأنا خارج بيني وبين نفسي: أنا ما خرجت إلا لله، ما خرجت ليقال مصلي، ما خرجت ليراني مثلا فلان أو فلان، ما خرجت إلا ليش؟ لأعبد الله عز وجل فقط. فبالتالي الإخلاص هو أنك لما تعمل أو تقوم بعبادة ما تقوم بها إلا لوجه الله عز وجل خالصة. وعكس الإخلاص الرياء، والرياء من أخطر وأخطر الأعمال التي قد يقوم بها الإنسان. عشان هيك النبي قال: أخوف ما أخاف على أمتي، طبعا أخوف ما أخاف يعني صيغة مبالغة، الشرك الأصغر ألا وهو إيش؟ ألا وهو الرياء، اللي هو أنك لما تعمل عمل يعني تقصد به الناس، أو أنك تشرك بالله عز وجل الناس. مثلا تروح تصلي وتنبسط انه مثلا والله شافوني ابو فلان وابو فلان او مدحوني الى اخره. فلا بد انه دائما الانسان يسعى انه ايش؟ يكون عمله دائما فقط ايش؟ لله عز وجل، لا يشرك بالله عز وجل في عمله احد. طيب، يحكي لي: دعا الاسلام الى الاخلاص والتوجه الى الله تعالى وحده، فالاخلاص يرتبط ارتباطا وثيقا بالثبات. بين ذلك كيف؟ لو حكينا بين كيف الإخلاص يرتبط ارتباط وثيقا بالثبات، يعني إيش الرابط بين الإخلاص والثبات. يحكي لي: لأنه من أبرز دواعيه، من أبرز الدواعي إنك تثبت على العمل إنك تكون مخلص فيه. لأنه أنا أصلا ما قمت بهذا العمل إلا ليراني الله أقوم به، إلا ليرضى عن الله عز وجل. ما قمت بهذا العمل والله حظ نفس حاب أنا أعمله، أو قمت بهذا العمل لأنه شفت ناس مثلا يمدحني أو ليش؟ لأنه إذا أنا كنت أعمل هيك حتى ناس يمدحني أو حتى مثلا حظ نفس إلى آخره، راح أكسل
وما راح أثبت عليه، ولكن لما أكون أنا أقوم بهذا العمل بإخلاص لله عز وجل راح إيش؟ راح أكون دائما ثابت على هذا العمل وما أتركه أبدا. عشان هيك في علاقة إيش يحكي لي إنه، أو عفوا عشان هيك يحكي لي إنه الإخلاص يرتبط بالثبات ارتباطا وثيقا. فكلما يحكي لي حكى لي لأنه من أبرز دواعي، فكلما زاد صدق العبد مع الله تعالى زاد ثباته، زاد ثباته. ليش؟ لأنه أنت ما ترجو إلا رضا الله عز وجل. فيحكي لي كمان أيضا فلا يرجو إلا رضا الله تعالى ولا يقدم أحدا على طاعته، فتكون البشرى من الله تعالى له بالحياة الطيبة وحسن الخاتمة والفوز بالجنة. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإنسان اللي يتقي الله، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخاف من اللي جاي لما تموت، يعني لا تخاف من اللي راح يصير أنك إنسان مؤمن وموتت على الطاعة وموتت على الاستقامة، ولا تحزن، ولا تحزن على إيش اللي فاتك من الدنيا، وربنا يبشرك في الجنة. فأني يا الإنسان اللي تنطبق عليه هذه الآية. ثم بعد هيك يحكي لي نماذج من الثبات، نماذج من الثبات. يحكي لي حرص الأنبياء عليهم السلام، أو عفوا قبل ما نيجي على نماذج من الثبات، في عندي هون أفهم وأبين. يحكي لي أفهم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أبين دلالة الآية على الثبات. إيش دلالة الآية على الثبات؟ ربنا يحكي لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إيش دلالة الآية على الثبات؟ أولا الله عز وجل في بداية الآية يأمرنا بالتقوى، التقوى في كل الأعمال، التقوى في السر والعلن، التقوى في عبادتك، التقوى في معاملاتك. ثم بعد ذلك إيش حكينا الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن فالله يأمرنا بالتقوى ويأمرنا بالثبات على التقوى حتى نلقى الله عز وجل. إذن الله عز وجل في هذه الآية، دلالة الآية على الثبات، يأمرنا بأن نتقيه في كل الأعمال، في السر والعلن، في كل أمر تقوم به سواء كان في العبادات أو المعاملات. ثم بعد ذلك الله عز وجل يحكي لنا إيش ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يأمرنا بالثبات على تقوى الله عز وجل حتى نلقى الله عز وجل. طيب نيجي هون يحكي لي نماذج من الثبات، بدنا نشوف بعض النماذج من الثبات. يحكي لي في البداية حرص الأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم على تبليغ دين الله تعالى للناس، ولقوا في سبيل ذلك الإيذاء والتعذيب، فلم يزدهم ذلك إلا ثباتا على إيمانهم. ومن الأمثلة على ذلك، إذن خلينا نحكي هون، أذكر لو ذكرنا بعض الأمثلة أو النماذج على الثبات من الصحابة والأنبياء. أولا يحكي لي واحد ثبات سيدنا نوح عليه السلام في دعوته إلى توحيد الله تعالى وعبادة وحده لا شريك له، إذ عاش في قومه يدعوهم 950 سنة. شو سيدنا نوح يعني عاش يدعو قومه 950 سنة ومع ذلك يعني ما يئس منهم، ما يئس من الدعوة، ما يئس، ما استسلم، بقي ثابت يدعوهم كم 950 سنة، يعني رقم رهيب جدا. ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك ما زاد هذا إلا ثبات وإصرار على إيش؟ على دين الله عز وجل وعلى الدعوة إلى دين الله عز وجل. ولم يؤمن به إلا القليل، ومع ذلك استمر في دعوته ولم ييأس. ومع ذلك استمر في دعوته ولم ييأس. هذا أولا سيدنا نوح عليه السلام. ثانيا ثبات سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد دعا عليه السلام أباه وقومه إلى عبادة الله تعالى وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وعندما أقام عليهم الحجة بفسادهم وضعف آلهتهم لجأوا إلى حرقه بالنار فأنجاه الله تعالى بقدرته منها.